نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وبالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن انطلقت حملة رقمية في مصر للحماية من التحرش الإلكتروني اسمها سلامتك الرقمية تهمنا. الحملة دي مهداة إلى روح بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، وهدفها أنها توعي المستخدمين لحمايتهم من الهاكرز أو المضايقات الإلكترونية. معانا الحديث أكثر عن هذه الحملة الأستاذة بسنت حلمي، الشريك المؤسس للشبكة العربية الرقمية، أحد شركاء الحملة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. الناس محتاجه معلومات اكتر، ازاي تقدر تحمي نفسها؟ شفنا مخاطر بيتعرض لها البنات والسيدات خلال الفتره اللي فاتت من عمليه الاختراق الالكتروني او الابتزاز الالكتروني، لكن عايزين نعرف معلومات اكتر، ازاي نساعدهم، ازاي نوعيهم لان هم يحموا نفسهم من هذه المخاطر. تمام. هو طبعا الابتزاز الالكتروني بياخد له اوجه كتيره، منها مثلا عمليه التهديد، الترهيب للضحيه بنشر صوره او فيديوهات او تسريب معلومات خاصه عنها او عن احد افراد عائلتها مقابل مثلا دفع مبالغ ماليه، استغلال الضحيه للقيام باعمال غير مشروعه. الابتزاز الالكتروني كمان ان انت بتجبر الضحيه انها تتنازل عن حقوق مشروعه، وممكن فقط يكون للايذاء النفسي. احنا بنحاول في الحمله دي ان احنا نتكلم على كذا حاجه. اولا ان احنا لازم نبعد عن ثقافه القاء اللوم على الضحيه، دي نمره واحد. بنحاول نرفع الوعي بحيث ان احنا نعرف ازاي نقدر ان احنا نبلغ عن الجريمه ونقف في ظهر بناتنا وسيداتنا، ونقدر ان احنا نقويهم، لان مباحث الانترنت في مصر بتقدم حلول وبتساعد الضحايا في يعني لو تم طبعا التبليغ عن الابتزاز. فنحاول ما نلقيش اللوم على الضحيه، ونحاول ان احنا نرفع الوعي. طيب يعني بس انت طبعا بعد التحيه ومنورنا في صباح الخير يا مصر، بس عايزه اعرف منك الاهداف اللي تحدثت عنها دلوقتي حالا، ايه الياتكم عشان تقدروا تحققوها وتوصلوا لاكبر عدد ممكن من السيدات والبنات؟ تمام. احنا طبعا عملنا شراكة مع منصة سيدات مصر، وهي منصة كبيرة وعندها فولورز كتير، وكمان اتعاوننا مع مؤسسة سلامات للسلامة الرقمية، وعملنا ابتدينا الحملة دي يوم 8 فبراير، وهتستمر بوستات ومعلومات عن ازاي تحمي نفسك وتحمي بنتك وتحمي اولادك من الابتزاز الالكتروني لحد يوم المرأة العالمي يوم 8 مارس. فاحنا الحملة دي هيكون فيها معلومات كتيرة، يعني التعريف بالأنواع المختلفة، تحليل ومناقشة العواقب العنف الرقمي على حياة النساء والفتيات، البعد النفسي للموضوع ده، وطبعا أهم حاجة توفير الإرشادات لكيفية حماية الهواتف والكمبيوتر الخاص بك من الاختراق. إيه الحاجات أو الممارسات البسيطة اللي أي حد فينا يقدر يعملها علشان يخلي موضوع اختراق حساباته الشخصية وحسابات أولاده شبه مستحيلة. وطبعا زيادة الوعي بصفة عامة عن الظاهرة، والتحدث كمان مع بعض الخبيرات والخبراء في المجال ده. طيب ده عظيم جدا. هل في طريقة مبسطة أو طريقة بدائية نقدر من خلالها إحنا كمواطنين نعرف إن هذا الفيديو أو هذه الصورة صور مفبركة ولا لأ؟ يعني عشان ما نستناش، لأن الموضوع ياخد أكبر من حجمه وينتشر أكتر، فنوقد الموضوع من بدايته. تمام. هي القصه لازم ان احنا نعرف الجرائم الالكترونيه دي ما بقتش حاجه نادره، وبقت منتشره في العالم كله، مش بس في منطقتنا او في بلدنا. واحنا عايزين نقول مش مطلوب منا نعرف اذا كانت الصور دي مزيفه ولا لا، لان دلوقتي التكنولوجيا خلت الموضوع ده بقى صعب جدا جدا. ما بقاش زي زمان نقول بقى متقدم جدا جدا. فالتزييف دلوقتي بيتعمل بادوات متاحه على الانترنت، وبيصعب كشفه في الكثير من الاحيان الا عن طريق خبراء البحث الجنائي. عشان كده بنقول مباحث الانترنت لها دور كبير، المجلس القومي للمراه لازم الارقام بتاعتهم زي يكون في تحرك فوري بقى، بما اني انا مش هقدر اكتشف حاجه زي دي فتحرك سريعا هناك. بالظبط بالظبط. وعدم القاء اللوم على الضحيه، لازم نركز مع المبتز، المبتز هو اللي بيقوم بالجريمه، فيا ريت ننسى الفيديوهات ونشوف ازاي نقدر ان احنا نوصل للمبتز، لان نفس التكنولوجيا اللي بيستخدمها للتزييف هي التكنولوجيا اللي المباحث الانترنت ممكن بتجيبه بيها. طيب بس يعني هل عندكم او وصلتوا الاحصائيات بحجم الانتهاكات الالكترونيه
لو هنتكلم في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر تحديدا، وهل بالفعل بيوصل لكم كمان قصص او تجارب في القضيه دي تحديدا، نقطه الابتزاز الالكتروني؟ طبعا بصي، طبعا الاحصاءات عامه في الموضوع ده صعب، ولكن خليني اقول لك عن تقرير لهيئه الامم المتحده للمراه عن العنف الرقمي ضد المراه في العالم بصفه عامه، وما اظنش ان منطقتنا بتختلف كتير في الموضوع ده. احنا في 23% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي ألقى باللوم عليهن، و12 منهم اتعرضنا كمان للعنف البدني، يعني بتبقى ضحية لعنف رقمي الأهل ما بيصدقوهاش وبتتعرض للعنف البدني من الأهل. واحد من خمس نساء بتحذف أو بتوقف حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التعرض للتحرش الإلكتروني. وطبعا حضراتكم برضو عارفين ساعات الفيسبوك أو المنصات دي بتبقى مصدر للرزق، مش بس لمجرد ان انا بحط فيها صور. و 35% من النساء اللي تعرضنا للعنف الرقمي في الفضاء الرقمي قالوا ان هم شعرنا بالحزن والاكتئاب، و 35% قالوا ان هم فقدوا الثقه في كل من حولهم، و 12% منهم بيقولوا ان هم فكروا في الانتحار او انهاء حياتهم. 12% دي نسبه كبيره جدا. طيب تنقص خطر، وطبعا الجائحه خلت ان وطبعا والحجر والدراسه من البيت وكل ده خلى ان الانترنت والتواصل الرقمي هو تقريبا الحاجه الوحيده اللي الاطفال وكان الشباب والفتيات بيتحركوا فيها، فزادت النسبه وزادت. عشان كده سمعنا دلوقتي للاسف عن ضحايا كتير قوي، وطبعا طيب. اكيد في كمان عدد اكبر ما سمعناش عنه. بما ان حضرتك بتتكلمي عن احصائيات وفي ناس قفلت وسائل التواصل الاجتماعي، في ناس خافت تشتكي، في ناس تعرضت لعنف بدني، نصيحه حضرتك للبنات وللسيدات في نقاط، اول حاجه اول ما بنت تتعرض لابتزاز الكتروني اول حاجه تعملها ايه؟ اول حاجه ان هي تفكر مين ممكن يساعدها من دايرتها القريبه، ام، اب، اخوه، ما تكونش لوحدها، لان المبتز بيحاول على طول يعزلها عن الناس اللي ممكن يساعدوها. والقانون والمباحث الانترنت زي ما بقول تاني بيامنوا الحمايه والسريه التامه لاي ضحيه بتقدم لهم البلاغ. وبغض النظر عن الصور دي اتسرقت او تم اختراق التليفون او لا، القانون بيحميها من جرائم الابتزاز. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه بسنت حلمي الشريك المؤسس للشبكه العربيه الرقميه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.